مساء الخير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى التونسية الرئاسية 2019. قبل 12 يوما من انطلاق الحملات الانتخابية الرئاسية في تونس، تعيش البلاد على وقع جدل التلاعب بالتزكيات الشعبية والبرلمانية للمرشحين للسباق الرئاسي. فما مدى صحة وجود تزكيات وهمية؟ وهل تسقط الهيئة العليا المستقلة مرشحين للرئاسة؟ ما هي الرؤى السياسية والاقتصادية للمرشحين للرئاسة لمعرفتها؟ الاتحاد العام التونسي للشغل قرر توجيه أكثر من 100 سؤال للمرشحين، وينتظر إجاباتهم عنها لتقديمها إلى الناخبين. في التونسية الرئاسية نرحب اليوم بضيفينا من تونس النائب عن حركة النهضة العجمي الورامي، أهلا بك أستاذ العجمي، وأيضا من تونس ينضم إلينا المدير التنفيذي لحركة نداء تونس الأستاذ خالد شوكات، أهلا بك أستاذ خالد. اسمحوا لي ضيفي الكريمان قبل أن نبدأ ونستأنف هذا الحوار أن نتوقف مع هذا التقرير الذي يتطرق إلى شروط الترشح للرئاسة بحسب الدستور التونسي، ونتعرف عليها بهذا العرض للزميلة سارة الحاف. أهلا بكم. يفرض القانون الانتخابي التونسي عددا من الشروط التي يجب أن تتوافر لدى الراغبين في الترشح للرئاسة، إذ ينص الفصل 40 على أنه يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة دينه الإسلام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ويشترط في المترشح أن يكون بالغا من العمر 35 سنة على الأقل، وإذا كان حاملا جنسية غير الجنسية التونسية فأنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا. أما الفصل 41 فينص على أن تجري تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية من 10 نواب من مجلس النواب أو من 40 من رؤساء البلديات أو من 10,000 من الناخبين الموزعين على الأقل على 10 دوائر انتخابية، على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب في كل دائرة منها، كما تمنع تزكية أكثر من مترشح. أما الفصل 42 من الدستور التونسي فينص على ضرورة إيداع المترشح لدى الخزينة العامة للبلاد مبلغا قدره 10,000 دينار، أي ما يعادل 3,500 دولار، ولا يسترد هذا المبلغ إلا عند حصوله على 3% على الأقل من عدد الأصوات المصرح بها. وانطلاقا من هذا التقرير حول شروط الترشح، سأبدأ معك أستاذ خالد وأرحب بكما من جديد أستاذ خالد وأستاذ العجمي، ولكن إلى أي مدى نداء تونس لا تتخوف من كل هذه التزكيات الوهمية، أم هي معرضة إلى إسقاط مرشحها نتيجة ما تدرسها اللجنة العليا للانتخابات أو من هم محسوبين على نداء تونس؟ نتحدث عن أكثر من 6 مرشحين. لا، هناك مرشح واحد لحركة نداء تونس وهو الدكتور عبد الكريم الزبيدي، بقية المرشحين قد يكون بعضهم كان قياديا في حركة نداء تونس ولكنه الآن يمثل حزبا أو تيارا أو ترشح بشكل مستقل، فنحن بالنسبة للرأي العام في تونس وللرأي العام الإقليمي والدولي مرشحنا واضح ومعروف هو الدكتور عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع المستقيل أو المتخلي، ويعني أعلننا عن ذلك بشكل رسمي في بيان للحركة صدر منذ أسابيع، وأعلنت عنه أنا أيضا على قناة الميادين عندما كنت في بيروت مؤخرا، ونحن لا نخشى أبدا من موضوع إسقاط مرشحنا لأن مرشحنا يتوفر على كل الشروط القانونية التي نص عليها الدستور ونص عليها القانون التونسي، وليس لدينا أي قلق في هذا الجانب. على الرغم من أنكم تقولون بأنه أيضا نعم. إلى أننا نعم بأنه لديكم مرشح واحد هو نعم. وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، ولكن تحت يافطة مستقلين هنالك الكثير من الأسماء التي تعبر عن يقولوا عن نداءات وليس نداء واحد. سأعود إلى هذا التفصيل معك أستاذ خالد، ولكن اسمح لي أن نذهب إلى ضيفنا الأستاذ العجمي الورامي. أهلا بك أستاذ العجمي. يعني تختلف الانتخابات الرئاسية بسبتمبر 2019 المقبلة عن الانتخابات الرئاسية الماضية بتفاصيلها، خصوصا المشهد الملفت
الملفت هو ترشح الشيخ عبد الفتاح المورو مرشحا عن حركة النهضة ودخول الحركة بالسباق الرئاسي. بداية يعني لماذا عزفت الحركة بالدخول بالانتخابات السابقة، ولماذا قررت بشخص الشيخ عبد الفتاح مورو بدلالات ترشيح هذا الشخص بخوض الانتخابات هذا العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولكل مشاهدي قناة الميادين، وتحية لضيفكم الدكتور خالد شوكات. بالنسبة لحركة النهضة في هذه الانتخابات، وهي انتخابات يعني سابقة لأوانها، يعني رشحت حركة النهضة نائب رئيسها ونائب رئيس مجلس النواب الشعب، والذي يتولى الآن رئاسة مجلس النواب بالنيابة الأستاذ عبد الفتاح مورو، مرشحا رسميا عن الحركة بعد نقاش أخذ وقتا وشغل يعني المؤسسات والرأي العام لفترة لا بأس بها. هل ترشح النهضة، هل تقدم مرشحا من خارجها، أي مرشحا توافقيا، أم تتقدم الانتخابات بمرشح من داخلها، رئيسها أو من يقترح رئيسها على مجلس الشورى؟ وبعد نقاش تقرر ولأول مرة في تاريخ الحركة، لأول مرة منذ 50 سنة، أن يكون الحركة مرشح رسمي تمت تزكيته من طرف مجلس الشورى بعد أن اقترحه رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي، الذي اعتذر عن التقدم للانتخابات الرئاسية، وكما نعلم هو يتقدم للانتخابات التشريعية على رأس قائمة دائرة تونس واحد بالعاصمة التونسية. انتخابات 2014 يمكن أن نعتبر بأنه كنا في وضع اعتبرناه وضعا استثنائيا، وهذا الوضع الاستثنائي تطلب موقفا استثنائيا يتمثل في أولا عدم تقديم مرشح من داخل الحركة، ثانيا عدم إعلان الدعم الرسمي لأي مرشح من المترشحين، وترك حرية المبادرة لأبناء الحركة ومتعاطفيها وناخبيها أن يصوتوا لمن أرادوا من المترشحين. هل تسمح لي أستاذ العجمي بتصريح لكم بالسادس من مايو الماضي، تقولون لمبعوثة موزايك بأنه لا مانع لدى الحركة من دعم القيادي السابق حمادي الجبالي، ما الذي تغير ودفع السيد الغنوشي مع كل التوقعات بترشحه إلى منصب الرئاسة إلى اختيار هذه الشخصية التوافقية؟ هل لإنهاء هذه الصراعات بين الأجنحة داخل الحركة؟ المستوى الداخلي كانت تعيش انقسامات واضحة بين ترشيح من داخل الحركة أو بدعم مرشح من خارجها؟ أولا، السيد حمادي الجبالي ليس طرفا في أي نقاش داخلي في الحركة، ولا يمثل لا تيارا ولا جناحا داخل الحركة. هو منذ أن خرج من مؤسسة الحركة القيادية اختار نهجا مستقلا، وهو قد أعلن منذ أشهر، إن لم نقل يعني منذ أكثر من سنة، بأنه يعتزم التقدم للانتخابات الرئاسية التي كنا نتوقع أن تتم في وقتها كانتخابات عادية وليست انتخابات سابقة لأوانها، وهو من أول من تقدموا للهيئة المستقلة للانتخابات بملف الترشح بعد جمع التزكيات من العدد الكافي من النواب. وبالتالي لا يمثل السيد حمادي الجبالي يعني رهانا داخل حركة النهضة، ولكن ألا تتنافسون على نفس القواعد الانتخابية بالنسبة للسيد الجبالي وكذلك للشيخ عبد الفتاح مورو سيد العجمي؟ يعني لا يمكن إغفال ذلك، هو يعني شخصية قيادية بالحركة، أيضا يعني مناضل كما وصفتموه بالفترة السابقة. محمد الجبالي قيادي تاريخي في الحركة، وتولى رئاستها في أكثر من مناسبة وأمنتها العامة، وتولى رئاسة الحكومة في حكومة الترويكا في بعد انتخابات أكتوبر 2011، وهو يعني موجه سياسي بارز، ويبقى معنا له كامل التقدير والاحترام، ولكنه ليس مرشحا رسميا للحركة. وحتى عند اعتزامه الترشح كنا نناقش هل نتقدم بمرشح من داخلنا أم مرشح من خارجنا، والمرشح من خارجنا يكون مرشحا توافقيا. نعم. بطبيعة الحال اسم سيد حمادي الجبالي كان من ضمن الأسماء التي يمكن أن تناقش كمرشح من خارج الحركة،
وهنا نطرح التساؤل، وحتى الأوساط التونسية تطرح التساؤل، إذا أمكن هل أجريتم تفاوض معه، هل إمكانية الانسحاب بالنسبة للسيدة الجبالي؟ ولكن اسمح لي أن أذهب أيضا بالنسبة للقواعد الانتخابية التي تمتلكها نداء تونس تحديدا. أستاذ خالد، نداء تونس يقال بأنها نداءات الآن، شخصيات توافقية، نتحدث عن أكثر من 6 مرشحين كانوا يعني أعضاء وحتى قياديين بداخل نداء تونس، إلى أي مدى هذا سينعكس على تشتت الأصوات الانتخابية، هذا الصندوق الانتخابي أو المخزون الانتخابي لنداء تونس لمرشحكم الأستاذ أو الوزير عبد الكريم الزبيدي؟ نحن لا نعتقد، لا نشاطرك الرأي فيما يتعلق هذا ليس رأيي أستاذ خالد عنها. هذه يعني هذه آراء وتحليلات ومقالات، نتحدث عن صحف تونسية داخلية تشير إلى ذلك. تمام. أنا فقط أسأل عموما، سواء كان رأيك أو رأي بعض الذين يحللون الشأن التونسي، في نهاية الأمر نحن نعتقد أنه رأي مجانب للصواب. نعتقد أن الرئيس المؤسس رحمه الله، رئيس المؤسس لحركتنا، الأستاذ الباجي قائد السبسي، رئيس أول رئيس منتخب ديمقراطيا للجمهورية الثانية في تونس، قد أعطى إشارة في اتجاه الدكتور عبد الكريم الزبيدي، والإشارة فهمت من خزاننا الانتخابي، من أبناء الحركة ومن أصدقائها ومن المواطنين الذين يعني عادة ما يباركون خطها الوطني الإصلاحي الدستوري. ونحن نعتقد أن قواعدنا وناخبينا بشكل كبير ستعبأ وراء مرشحنا الدكتور عبد الكريم الزبيدي بنسبة كبيرة، بنسبة الأكثرية الكاثرة والأغلبية الغالبة، وسيكون بحول الله سيكون الدكتور عبد الكريم الزبيدي هو ثاني رئيس للجمهورية الثانية في تونس، وهذا ليس يعني غريبا عن تاريخ الشعوب التي تثق في رأي وفي وجهة زعمائها، خصوصا المؤسسين منها. رأينا بومبيدو في تاريخ فرنسا كيف واصل رحلة ديغول، ورأينا حالات كثيرة في هذا الاتجاه في جنوب أفريقيا وفي الأرجنتين. ولكن هل وفي يمكن دول أن تنكر نداء تونس الرئيس المؤسس بأنها تدفع اليوم ثمن الخلافات والانشقاقات؟ نعم. أستاذ خالد، يعني نحن نتحدث عن أحزاب ولدت من رحم نداء تونس، عن تحيا تونس التي ترشح اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أيضا الأمل الذي رشح السيدة سلمى اللومي، مشروع تونس نتحدث عن السيد محسن مرزوق، أيضا سعيد العايدي، ناجي جلول، كلها أسماء تقول بأنها تأخذ من مخزون أو من القاعدة الانتخابية التي تمتلكها نداء تونس. لم يعد هنالك الرجل الراحل الرئيس السبسي الذي كان يعني مخضرما يوحد كل هذه القواعد الانتخابية كما جرى عام 2014. لا، هذه الأسماء التي التي ذكرتيها جميعا تشكل أكثر انشقاقات على مستوى الرأس، ولا تمس بالخزان الانتخابي بالقواعد العريضة وبهياكل حركة نداء تونس. وقد زاد ترشحها في إضعاف مصداقيتها، لأنها أثبتت أن ما كانت ترفعه من شعار التوريث والذي انشقت لأجله من قيادة حركة نداء تونس هو شعار باطل. ذلك أن الأخ حافظ قائد السبسي رئيس اللجنة المركزية لم يترشح لا الانتخابات الرئاسية ولا الانتخابات تشريعية، وإن دل ذلك على شيء فهو يدل على أنه كل تلك الحجج كانت حجج باطلة غير ذات مصداقية وغير صحيحة. وهذا ما تبينه الرأي العام اليوم، الرأي العام الندائي والرأي العام التونسي بشكل عام، وهذا ما جعل الدكتور عبد الكريم الزبيدي الذي يرمز إلى الوفاء لخط الرئيس الباجي قائد السبسي محل ثقة ومحل ترحاب. بل أستطيع أن أقول أن هذا الرجل الذي كان متعففا جدا عن موضوع السلطة
طيلة السنوات الماضية ورفض رئاسة الحكومة عندما عرضت عليه في أكثر من مناسبة. ربما الدعاة إليه والمطالبين بترشحه أكثر حماسة منه لهذا الأمر، ولهذا نحن نعتقد أن هذه القيم الأخلاقية، قيم الوفاء للعهد والثبات على الموقف، سترجح كفة مرشحنا، وسنحتفل قريبا بكونه الرئيس الثاني للجمهورية الثانية المنتخب ديمقراطيا، وهذا تعزيز لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس. إذن أنتم لا تتخوفون من كل هذه الأسماء التي ذكرتها قبل قليل، والتي هي قيادات أو أسماء كانت تندرج من ضمن نداء، وعلى الرغم من أنه انقسم النداء، نحن نتذكر كلنا ما بين الحمامات والمنستير. اسمح لي أن أذهب، يعني إلى أي مدى أستاذ العجمي النهضة بحد ذاتها تستفيد من هذا العدد من المرشحين؟ يعني المنظومة التقليدية أمام عدد كبير من المرشحين، نتحدث الآن عن أسماء وازنة قد يمكن أن تصل إلى الدور الثاني، هل هذا يريح النهضة؟ نعم، أولا بقي سؤال لم أجب عنه. تفضل. أو سؤالين أجيب بعجالة. لم تنطلق بعد مفاوضات مع السيد محمد الزبالي لاقتراح انسحابه لفئة المرشح الرسمي الأستاذ عبد الفتاح مورو، ولكن هناك أصوات تطالب الآن بمودة ومحبة السيد حماد الجبالي أن يفسح المجال للأستاذ عبد الفتاح مورو كي يشق طريقه في المنافسة الانتخابية. يعني هل تتوقعون الانسحاب؟ ممكن أن تصل الأمور إلى انسحاب السيد حمادي الجبالي لصالح الشيخ مورو؟ هو هذا الأمر يخص أول ما بالذات السيد حمادي الجبالي، فهو معنى المعني مباشرة بالموضوع، والكلمة الأولى والأخيرة ستكون له، ولكن حاليا ليس هناك مفاوضات في هذا الاتجاه. بالنسبة للخزان الانتخابي، بالتأكيد أنه سيد حمادي الجبالي إذا بقي في السباق سيستفيد من نسبة معينة من أصوات الناخبين الذين يصوتون لحركة النهضة، وهو يعول بدون شك على ناخبي النهضة وعلى ناخبين من خارج النهضة، لأنه يرى نفسه يمثل يعني شريحة واسعة لا تقتصر على ناخبي النهضة. أستاذ العجمي، قبل أن نتحدث عن الاستفادة من الانشقاقات والخلافات بالأحزاب أو المنظومة التقليدية، أتحدث بداخل الخلافات. يعني قبل أسابيع فقط كان هنالك خلافات واضحة، صراع ما بين الأجنحة بالحركة، الخلافات على ترشيح والقوائم بالانتخابات البرلمانية. هل ذكاء السيد غنوشي بترشيحه وتقديمه الشخصية التوافقية الشيخ مورو يمكن القول بأنه كسر أو ساهم بخفض أصوات الغاضبين إلى حد ما؟ أولا هو القرار صحيح، المقترح جاء من رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي، ولكن الموافقة والتزكية أتت من مجلس الشورى، وكانت بالإجماع، بإجماع أعضاء مجلس الشورى. لم يعترض ولا عضو واحد من أعضاء مجلس الشورى على ترشيح الأستاذ عبد الفتاح مورو. بالنسبة لباقي المترشحين يصنفون يعني من ناحية يعني من طرف وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بأن هناك ترشحات اعتبرت فلكلورية، وهناك يعني أستاذ العجمي هل تسمح لي، يعني هل انتهت كل الخلافات ما بين القيادات المركزية والجهوية بخصوص القوائم المرشحة حتى الانتخابات البرلمانية عبر ترشيح السيد الغنوشي للشيخ مورو؟ يعني هو ترشيح الأستاذ عبد الفتاح مورو الانتخابات الرئاسية حاليا يحظى بالإجماع، وكل مكونات النهضة ومجمل معنى قياداتها كلهم يعني حول وخلف الأستاذ مورو في هذه الانتخابات، وهدفنا أنه يمر إلى الدور الثاني، بل لنا طموح أن يفوز منذ الدور الأول برئاسة الجمهورية، ونعتبر بأنه المرشح الأفضل من ناحية يعني رصيده العلمي والثقافي والفكري والسياسي، ومن ناحية كفاءته وخبرته بمؤسسة الدولة وتجربته، حتى تجربته معنا في مجلس نواب الشعب باعتباره يشغل خطة النائب الأول لرئيس مجلس النواب لمدة منذ 5 سنوات، وبالتالي نرى بأنه يتوفر على كل المواصفات والشروط، ونقول ايضا الحظوظ ليكون ان شاء الله يعني معنا في المراتب الاولى او يفوز برئاسه الجمهوريه منذ الدور الاول. نحن نشتغل
على ذلك، وليس هناك يعني داخل صفوف النهضة أي خلاف حول هذا الموضوع. بل أضيف بأن ترشيح الأستاذ عبد الفتاح مورو كان له الأثر الطيب على الوضع الداخلي في الحركة، كان له الأثر الطيب على المناخ السياسي في البلاد، كان له الأثر الطيب من ناحية الارتفاع بمستوى النقاش السياسي والمنافسة السياسية. نعتقد بأن الأستاذ عبد الفتاح مورو كمرشح يحمل برنامج ومشروع لتونس، كمرشح له مصداقية وله يعني قاعدة اجتماعية. المنافسة الأشد مع من أستاذ العجمي؟ يعني من تتوقعون؟ التنافس برامج وليس تنافس شعارات، تنافس بدائل وليس تنافس مزايدات، تنافس على المضامين وليس يعني. طب بالمشروع ما الذي ستقدمونه عدا أن الفترة الماضية حتى بتوليكم للحكم ما بين عامي 2012 و2013؟ نحن الآن بسبب وضع اللمسات الأخيرة للبرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي الأستاذ عبد الفتاح مورو، وهو سيضع بصمته على هذا البرنامج، يعني وضعنا على ذمته نقاط البرنامج وهو الآن بسبب مراجعتها. هذا البرنامج بالتأكيد سيتحدث عن معناها وحدة البلاد والسيادة الوطنية واستقلالية القرار. كلها شعارات ترفع من كل الأطراف أستاذ العجمي، اسمح لي أن أنقل يعني هذه الثقة التي لديكم، اسمح لي. نعم هذا المشروع ولكنها موجودة بمعظم برامج الأحزاب التقليدية في تونس، اسمح لي أستاذ عجمي، يعني هذه الثقة التي تمتلكونها لا أدري كيف سيعلق عليها أستاذ خالد. يعني النهضة تقول بأنها لديها الثقة الكاملة بأنها ستقطع الدور الأول إلى الدور الثاني، ماذا عن توقعاتكم؟ ماذا عن عملكم لإيصال مرشحكم؟ وهل تتوقعون أن تكون المنافسة بين النهضة والنداء؟ يعني نحن نتوقع إن لم يحسم الدكتور الزبيدي الانتخابات من الدور الأول، نتوقع أن يكون مرشح حركة النهضة الأستاذ عبد الفتاح مورو الذي نكن له كل الاحترام، ونعتقد أنه مرشح من الطراز الرفيع وجيد وتفخر به الديمقراطية الناشئة في تونس. نعتقد أن التنافس سيكون بين مرشحنا الدكتور الزبيدي والأستاذ عبد الفتاح مورو، ولكن في كل الأحوال نحن نعتقد نقدر أن مصلحة بلادنا ومصلحة الانتقال الديمقراطي والصورة التي نريدها لتونس خلال المرحلة القادمة إقليميا ودوليا والطمأنينة التي نريد أن نرسلها لكي تعزز مناخ الاستثمار ومناخ الثقة في هذا البلد ترجح كفة مرشحنا. طيب كما كيف قلت أنتم مرتاحون أستاذ خالد؟ يعني وأيضا مرشح نداء تونس وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي يقول بأنه لديه 5 تعهدات من بينها إعادة فتح ملف الاغتيالات السياسية، وهذه نقطة خلاف كبيرة، اتهام للجهاز السري التابع للنهضة. نحن نعتقد أن هذه الإشارة هي إشارة للقضاء وليست إشارة لأي طرف سياسي. أيضا مرشحنا تميز بدعوته إلى إعادة العلاقات مع الشقيقة سوريا إلى مستواها المعهود، وهذه نقطة أيضا تشكل الاستمرارية لأنها كانت أيضا ضمن برنامجنا، ولا نزال نعمل من أجل أن تتحقق هذه النقطة. عموما نحن نطمح أيضا إلى أن تتجاوز بلادنا الصراع الإيديولوجي إلى التنافس البرامجي، وهو ما يمكن أن يعزز صورتها كديمقراطية واعدة. هل تخطيتوا هذا؟ هل تخطيتم الصراع الإيديولوجي بداخل نداء تونس أستاذ خالد؟ أعتقد أن كل المحن التي مررنا بها والاختبارات التي مررنا بها جعلتنا حزبا أكثر انسجاما على مستوى القيادة في الرؤية وفي البرنامج وفي تقدير الأمور. نحن نصر على أن نكون حزبا وسطيا معتدلا حداثيا قادرا على حماية المصالح الوطنية الكبرى، ويطمئن أكبر شريحة من التونسيين لمؤسسات الحكم. يعني هذا أنتم تتخوفون من وصول إسلاميين إلى الحكم؟
نحن نقدر أن وصول ممثل عن العائلة الوطنية الإصلاحية الدستورية هو أفضل في هذه المرحلة الانتقالية التي تتطلب يعني عدم المغامرة وتتطلب الحيطة والحذر. نعتقد أن مرشحنا أفضل لصيانة المنجزات التي تحققت خلال السنوات الماضية ولتفادي أي ارتباك يمكن أن يحصل للدولة أو أن يحصل لمؤسسات. وهذا المشروع يعني أفهم منك يمثله السيد عبد الكريم الزبيدي. أستاذ العجمي يعني بكلام واضح يقول أستاذ خالد شوكات بأنه وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي هو من يمثل هذه العائلة الوطنية الإصلاحية وغير قادرة على تحقيق ذلك المنافس الآخر، وخصوصا نتحدث عن إيديولوجيا أو خلفية حركة النهضة والشيخ عبد الفتاح مورو، مع أنه شخصية توافقية معتدلة ومقبولة بالشارع التونسي. نعم طبعا الدكتور عبد الكريم الزبيدي هو مرشح مستقل وليس مرشحا حزبيا، ولكن هناك أطراف تدعمه منها حزب نداء تونس الذي يمثله الدكتور خالد شوكات. أعتقد بأنه من يبقى الدكتور الزبيدي هو مرشحا مستقلا وليس ملزما بأي برنامج سياسي لأي حزب سياسي في البلاد، هو تقدم برنامجه الانتخابي الذي يتلخص في 5 نقاط من النقاط التي ذكرتها، وبالتأكيد أن هذه النقاط هي موجهة لشريحة معينة من الناخبين. هل تسمح لي هذه نقطة مهمة لمعرفة يعني معرفة رأي أستاذ خالد، هل هو بمرشح مستقل الوزير الزبيدي ونتحدث عن 5 تعهدات هي لا تعبر عن حركة نداء تونس؟ اسمح لي بتعدادها أستاذ خالد: الكشف عن الجهاز السري الذي قام بالاغتيالات السياسية، استفتاء لتعديل الدستور، إعادة العلاقات مع سوريا، مكافحة الإرهاب والفوضى، وأيضا المصالحة الوطنية الشاملة. هل هي تعبر عن شخص الوزير الزبيدي أم عن نداء تونس؟ لا، هذه النقاط هي نقاط أعلنها كما قيل، لست متأكدا، أعلنت باعتبارها نقاطا سيدافع عنها الدكتور عبد الكريم الزبيدي. المعلومات التي لدي وهي نتاج لجلسة البارحة قمنا بها على مستوى قيادة حركة نداء تونس مع قيادة حملة الدكتور الزبيدي، فإن الأمور رسميا سواء فيما يتعلق باستراتيجية الحملة الانتخابية أو برنامج المرشح الرئاسي الدكتور عبد الكريم الزبيدي ستعلن في الأيام القادمة كنتاج لهذا العمل المشترك بين قيادة حزبنا وبين إدارة الحملة. طبعا الإشارة إلى أن الدكتور الزبيدي رسميا هو مستقل، هذا أيضا برغبتنا، كان باستطاعتنا أن نرشح أحد قياداتنا، ولكن تعودنا على محاولة أن يكون مرشحنا هو مرشح لعائلتنا السياسية والفكرية بالمعنى الأوسع. الأستاذ الباجي قائد السبسي في 2014 أيضا كان مرشح جبهة وطنية إصلاحية دستورية واسعة. يعني تعتبرون أنه كشخصية مستقلة هذا عامل قوة بالنسبة لمرشح نداء تونس، كيف تردون على ذلك أستاذ العجمي؟ وخصوصا يقال أنه الحركة قد جازفت بهذا التوقيت تحديدا بأنها بتاريخها معروف بأنها لعبت بيضة القبان كما يقال، وتراجعت النهضة عام 2013 خطوتين، خصوصا مع تراجع الإسلام السياسي بالمشهد الإقليمي. اليوم هل وقعت في الفخ يقال مقاربة ما النهضة؟ كل حال حركة النهضة تبقى لها وضعية خاصة، والنهضة يعني حركة لها مرجعية إسلامية ولكنها حركة وسطية ومعتدلة، ومنذ المؤتمر العاشر تحولت وبسبب التحول إلى حزب سياسي وطني، حزب حكم وحزب برامج. ونأمل من هذه الانتخابات بقيادة الأستاذ عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية أن يتوفق إلى إيصال الرسائل التي لم نوفق إلى حد الآن إلى إيصالها، ولم نتمكن من إيصالها، ولم نجد الفرصة لإيصالها، وهو قادر على ذلك ومؤهل له ومهيئ له. وهذه الرسائل مثلا
ولكن هل سيسمح بتصدر الحركة تحديدا المحسوبة على الإسلام السياسي أستاذ العجمي من تصدر المشهد والوصول إلى قصر قرطاج بتونس؟ على كل حال نحن الآن في سياق تونسي تونسي، وهذا السياق يسمح اليوم بالتنافس ويسمح بالتعددية، ومن يقرر سيقرر ذلك هم الناخبون، والناخبون سيقررون على أساس البرامج التي سيتقدم بها المترشحون وعلى أساس ما يرمز له ويمثله ويعني ما يعد به وما له القدرة على إنجازه كل مترشح من المترشحين. نحن بدون شك في برنامج انتخابي الأستاذ عبد الفتاح مورو ستكون هناك أشياء جديدة، سنرى عبد الفتاح مورو جديد، سنرى نهضة جديدة من ناحية أنا ليس فقط من ناحية الوعود، نعم، بل من ناحية محتوى البرنامج بما في ذلك العلاقات الخارجية. سأعود لفتح هذا الموضوع بالتفصيل، يعني تحديدا الملفات التي يقال بأنها تحرج تحديدا حركة النهضة هي عودة العلاقات مع سوريا، العلاقات الخارجية لها إذا ما تصدرت هذا المشهد ووصولها إلى الكرسي الرئاسة، وأيضا بالمقابل لنداء تونس هنالك تعهدات واضحة من السيد الزبيدي حينما يقول بأنه مارس 2020 ستكون يمكن الفترة النهائية حتى فتح السفارة التونسية بدمشق، وهذه مقاربة مختلفة لحزبين يعني يتصدران المشهد التونسي. سنعود مشاهدينا الكرام وضيوفي الكرام لاستئناف هذا الحوار بالتونسية الرئاسية 2019، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى التونسية الرئاسية 2019، وأرحب أيضا بالأستاذ العجمي الوريمي ممثل حركة النهضة، وأيضا أستاذ خالد شوكات ممثل نداء تونس، الحزبان العريقان ولديهما تجربة عميقة وتاريخية بالعمل السياسي. أستاذ خالد، يعني ما هي التحفظات التي لديكم على حزب أو حركة النهضة، لأننا نحن أمام أشبه بمناظرة إذا أردت، أو مناظرة ومقاربة ديمقراطية، مبارزة ديمقراطية، خصوصا وأن تونس تمثل يعني هذه الأرضية الخصبة لهذا التنافس الديمقراطي في عالمنا العربي. برأيكم ما هي التحفظات التي لديكم على حركة النهضة، ومما تتخوفون إذا وصلوا أو حصدوا حتى نتائج بالانتخابات البرلمانية وليست رئاسية؟ يعني نحن معروفون، وخاصة الرئيس المؤسس الأستاذ الباجي قايد السبسي أسس لمجموعة من الثوابت التي ما زالت تلتزمها إلى حد كبير تونس في سياستها الداخلية والخارجية، ومن أهمها الحرص على الوحدة الوطنية وعلى عدم الإقصاء وعلى التوافق، ولهذا تميزت التجربة التونسية عن غيرها ونجحت في الانتقال الديمقراطي قياسا بعدد لا بأس به من التجارب التي عاشتها بعض الدول العربية. وهذا يعود بالأساس في رأينا إلى هذا المنهج الذي توخيناه. نحن نعتقد مع تقديرنا لمرشح الحركة الإسلامية، مرشح حركة النهضة الأستاذ عبد الفتاح مورو الذي اشتغلت معه وتربطنا به علاقات طيبة، وهو في الحقيقة شخصية وفاقية ووطنية ممتازة، ولكن نحن نعتقد أن المشكلة في الصورة، نعتقد أن تونس ليست جاهزة بعد ولا يجب أن تغامر جراء محيطنا الإقليمي والدولي بصعود إسلامي إلى السلطة. هذا في رأينا قد يجرنا من جديد إلى معارك الصراع الهووي والإيديولوجي. هناك الكثير من القوى السياسية ما زالت لا تقبل داخليا بوجود إسلامي على رأس السلطة، كذلك المحيط الإقليمي بعض الأطراف فيه تترصد هذه التجربة وتريد، يعني تتخوفون على موقع تونس والسياسة الخارجية إذا ما وصل الشيخ مورو إلى سدة الرئاسة؟ نريد أن نحافظ على تلك الصورة ونكرسها، تلك الصورة التي رسمها الأستاذ الباجي قايد السبسي
بحكمته وبعلاقاته الدولية الطيبة، وهي الأمور التي استفادت منها حركة النهضة نفسها، لأنه في الحقيقة الرئيس الباجي قائد سبسي دافع عن السيناريو التونسي ووظف رصيده ومصداقيته التي بناها عبر العقود كمناضل سياسي ديمقراطي شارك في معارك وطنه الكبرى لحماية. ولكن تشارك الحكم مع النهضة أستاذ خالد، هل ستعاد هذه التجربة أم الأفاق غير يعني غير محتملة أو غير مختلفة والظروف مختلفة للتوافق بالمستقبل مع النهضة أو مع الإسلام السياسي بشكل سريع لو سمحت؟ يعني من الأشياء التي رفعناها دائما في حزبنا وكان الرئيس المؤسس يكررها باستمرار هو أن الوطن قبل الحزب، نحن مدرسة تعلي المصلحة الوطنية ولا يجب أن نقسم ظهر الحياة السياسية بالأحكام السلبية المسبقة، نحن نريد أن يقول الشعب كلمته عبر هذه الانتخابات الحرة والنزيهة وبعد ذلك نقرر معا. نحن لسنا من المدرسة الإقصائية أو من المدرسة الشعبوية أو نريد أن يعني نضرب وعودا للناس لا نستطيع لاحقا أن نحققها إلى غير ذلك. مدرستنا وسطية معتدلة توافقية تسير في المصلحة الوطنية أيا كانت، وعندما هذا بالشق السياسي. ولكن لا يمكن إنكار أستاذ خالد، يعني كان هنالك إخفاقات خصوصا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي سأعود عليه بطريقة الحكم التي جرت، ولكن هذه المخاوف أستاذ العجمي، يعني هنالك مخاوف كما يقول الأستاذ خالد يعني أن نغامر بوصول شخصية إسلامية تخاف على مكانة تونس بعلاقاتها الخارجية، خصوصا أنهم لديهم تجربة بال 2012-2013 قطع العلاقات مع سوريا، تسفير الشباب إلى بؤر التوتر وإلى المناطق المشتعلة، كيف تردون على ذلك؟ أولا أنا أقول بأن الدكتور عبد الكريم الزبيدي هو لم يخرج من جلباب الرئيس الباجي قائد سبسي رحمه الله، بل كثيرون يقولون بأن خليفة الباجي هو الأستاذ عبد الفتاح مورو، وهو الأستاذ فتح مورو هو الآن وكان ينوب رئيس مجلس نواب الشعب وهو من نداء تونس، وهو يتولى الآن مجلس النواب رئاسة مجلس النواب بالنيابة، ويمكن أن ينوب غدا ويحل محل رئيس الباجي قائد السبسي الذي هو أيضا من نداء تونس، وليس في الأمر يعني أي معنى لا مغامرة ولا مجازفة، بل هو انتقال طبيعي وتداول سلس عبر صندوق الاقتراع. بل أقول بأن هذه فرصة لتونس لكي تواصل سياسة الباجي قائد السبسي، ولكي تتم لما ينجزه رئيس الباجي قائد السبسي على مستوى بعض الوعود الانتخابية بما في ذلك العلاقات مع. لم تجبني على السؤال أستاذ العجمي، أتحدث عن مخاوف نداء تونس، ما ذكر الأستاذ خالد تجاه هذه التحفظات والخوف من وصول شخصية إسلامية، على الرغم من أنكم قبل قليل قلتم بأنكم ستشاهدون يعني نهضة جديدة، كيف بالمسار الدبلوماسي كيف سيتغير هذا المسار أو هذه التعاطي والتوجهات بالنسبة لحركة النهضة؟ أولا الأستاذ عبد الفتاح مورو المرشح الرسمي لحركة النهضة، وهو ليس مرشحا حزبيا إنما هو مرشح رسمي للنهضة ولأناس آخرين من خارج النهضة، عندما يصل إلى قصر قرطاج إلى رئاسة الجمهورية سيصبح رئيسا لجميع التونسيين ولن يكون مقيدا بحزب من الأحزاب، بل سيكون على نفس المسافة من جميع الأحزاب، وهو مثل ما هو رئيس مثل ما هو القائد أعلى القوات المسلحة سيكون مسؤولا عن السياسة الخارجية وعن الدبلوماسية التونسية، وبكل تأكيد سيدعم مكتسبات تونس وموقعها. طيب كيف سيدار ذلك يعني بحضورها وتأثيرها أستاذ العجمي، يعني مثلا كيف ستكون العلاقة مع سوريا لو سمحت لي أستاذ العجمي، يعني كيف ستكون شكل العلاقة مع سوريا مع الجوار أيضا، ماذا عن الحدود مع ليبيا المتوترة والمأزومة؟ ستكون أفضل وستكون أفضل بكيف؟ يعني مع سوريا كيف؟ هل ستفتح السفارة التونسية في دمشق؟ لن يمانع معنا رئيس الجمهورية المقبل باعتباره رئيسا للدولة التونسية على أن تتطور الأمور باتجاه إعادة العلاقات إلى أعلى مستوياتها، وهي على كل حال تتطور باستمرار، ويشهد على ذلك وزير خارجيتنا معنا المكلف من طرف رئيس الباجي قائد السبسي،
ما علينا إلا أن نواصل في نفس الاتجاه حتى تبلغ أعلى مستوياتها ولا يبقى هناك أي إشكال في العلاقة. ونعلم بأن هذا الموضوع في الحقيقة يراد له أن يهم تونس فقط، ولكنه لا يهم تونس فقط، بل هو القرار اتخذ على مستوى اليمن العربية، ولن تمانع تونس بل ستكون حريصة على أن تعود الأمور إلى مسارها الطبيعي ووضعها الطبيعي إلى ما قبل الأزمة. يعني لم أفهم أستاذ العجمي، هذه أيضا نوع من الدبلوماسية التي عهدناها بحركة النهضة، هل ستعود العلاقات مع سوريا أم ستلتزمون بقرارات الجامعة العربية؟ أعتقد بأن الأستاذ عبد الفتاح مورو كرئيس الجمهورية سيكون حريصا على أفضل علاقة مع سوريا وأفضل علاقة داخل الجامعة العربية وأفضل علاقة مع المحيط الإقليمي، أفضل علاقة في الدائرة المغاربية والدائرة العربية والدائرة الإسلامية والدائرة الإفريقية. تكون دبلوماسيتنا يعني نشيطة وستدافع عن الثوابت، ثوابت السياسة الخارجية التونسية، وهي الابتعاد عن المحاور والحرص على تقريب وجهة النظر والتضامن العربي ومراعاة الأمن القومي العربي. أنا وضعها أنا فوق كل اعتبار. يعني هذا تغير بالمسار الدبلوماسي، هذا مشهد آخر، يعني عدم الانخراط بسياسة المحاور، هذه سياسة جديدة للنهضة. سأنقلها إليك أستاذ خالد، يعني إذا اتبعت هذا المسار النهضة، هذه كانت بالنسبة لكثر من المنافسين بأنها نقطة ضعف تحرج النهضة، أنتم كيف ستتصرفون؟ بالمقابل هنالك تعهدات واضحة من السيد الزبيدي بأن العلاقات سوف تعود إلى ما كانت عليه. هل تتوقعون بأنه هذه يمكن وعود ما قبل الانتخابات، أم أنها سياسة سوف تطبق لدى النهضة إذا ما وصلت إلى الدور الثاني لو افترضنا؟ عموما نحن نعتقد أننا ساهمنا طيلة السنوات الماضية في حركة نداء تونس منذ ربما 2012 في رفع درجة الوعي بخطورة بقاء العلاقات بين شقيقين تونس وسوريا على ما وصلت إليه جراء الخطأ الكبير الذي ارتكب زمن الترويكا. نحن نعتقد أن العلاقات بين تونس وسوريا هي علاقات بين شعبين وبين دولتين، والدولة ترقى عندنا، يعني تأتي في مرتبة متقدمة على النظام السياسي، ولهذا دافعنا عن وحدة سوريا وعن وجود سوريا وعن إعادة العلاقات مع سوريا. سوريا أيديها بيضاء على تونس، يعني احتضنت القضية الوطنية التونسية منذ الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي، ساعدت الدولة التونسية الناشئة المستقلة في تكوين عديد إطاراتها الأمنية والعسكرية، ساهمت أيضا دبلوماسيتها في دعم القضية التونسية في بداية الخمسينيات إلى غير ذلك. نحن اعتبرنا أن ما جرى من قطع للعلاقات وحتى من تجريد لسوريا من مقعدها في الجامعة العربية خطأ فادح لا يليق بالعرب ارتكابه، لأنه سوريا دولة مؤسسة وإن اختلفت الأنظمة. طب أستاذ خالد، ولهذا نحن نعتقد يعني أنه الرئيس السبسي كان يمثل هذا التوجه بحركة نداء تونس، ولكن ما هو المتوقع حاليا من مرشحكم الزبيدي؟ يعني تتطور العلاقة أكثر برأيكم؟ فتح هذه السفارة علاقات مفتوحة؟ ماذا عن التخوف من التأثير الإقليمي على هذه الانتخابات؟ نحن نعتقد أنه حتى بعض الأشقاء العرب الذين كانوا يعارضون هذا الموقف التونسي يراجعون أنفسهم اليوم ويفتحون سفاراتهم في دمشق. على العرب أن يطووا صفحة هذه الصفحة. هل تأخرت تونس بفتح السفارة؟ عاشوها خلال السنوات الماضية. هل تأخرت تونس بفتح السفارة؟ لا، سفارتنا لا، عفوا للتدقيق، يعني سفارتنا مفتوحة، ولكن حجم التمثيل الدبلوماسي صحيح ليس مثل ما نطمح. يعني نحن نريد أن يعود السفراء السفيران السوري إلى تونس والسفير التونسي إلى دمشق، وأن تعود الرحلات المباشرة بين تونس ودمشق، وأن تساهم تونس وترد الجميل في إعمار المساهمة في إعادة إعمار سوريا.
وهذا جزء من الدين السوري على تونس. أنا أعرف أنه بعض الجينات المتعلقة ب البذور الزراعية والحيوانية السورية وقع تخزينها في البنك الوطني للجينات في تونس. يعني هناك أشياء كثيرة. هل تسمح لي يعني هذه من بين التعهدات التي أشار إليها مرشحكم الزبيدي، ولكن أيضا بنقطة مهمة الكشف عما تحدث به عن الجهاز السري الذي يقال أستاذ العجمي بأنه يحاصر النهضة ويهدد فرصها بالانتخابات، كيف تردون على ذلك خصوصا وأن يعني هذا الجهاز متهم بتنفيذ اغتيالات للشهيدين البراهمي وبالعيد، وهل تتخوفون من تأثير ذلك على القواعد الانتخابية؟ المستشار الأمني للسيد رئيس الجمهورية المرحوم بيجي قايد السبسي في تصريح له منذ يومين أو ثلاثة أيام قال بأن هذا الموضوع في الحقيقة يعني لا يهم الآن مجلس الأمن القومي، إنما يهم القضاء، وأن دور مجلس الأمن القومي هو يعني إحالة الملف إلى القضاء وحث القضاء على التسريع بالفصل في هذا الموضوع، وهذا كان مطلبنا ولا يزال مطلبنا. ونحن يعني مرشحنا للانتخابات الرئاسية سيكون أحرص الناس وسيتعهد التونسيين بأن يكشف الحقيقة عن كل الملفات العالقة بما فيها هذا الملف وبما فيها ملف الاغتيالات، ولن يعني نتردد في حث القضاء وتشجيع والتشجيع على ان يتصل القضاء بهذه الملفات ويقول فيها كلمته حتى يعرف التونسيون معناها الحقيقه. يعني انتم تشككون بكل التحقيقات التي سبقت، كيف ستعالجون هذا الموضوع استاذ العجمي؟ يعني هذا الموضوع هو من مشغولات القضاء ونحن لن نتدخل في القضاء، ولم يزعجنا ابدا ان يكون القضاء هو الذي يعني يحسن في هذا الموضوع، وكل نتيجة ستوصل إلى القضاء سنقبل بها يعني نقول بأن هذا مطلبنا وهذا هو هدفنا، وفقط ينبغي إبعاد هذا الموضوع عن المزايدات. هل تسمح لي أستاذ العجمي، لم يتبقى لي سوى ثلاث دقائق لأستفيد من الوقت وبالعودة إلى احتدام هذا السباق الرئاسي. أستاذ خالد، يقال يعني حسب سبر الأراء وأيضا استطلاعات الرأي داخل تونس بأنه الأستاذ نبيل القروي وأيضا يوسف الشهد يشكلان يعني مرشحان يهددان وضع إن كان الشيخ مورو وكذلك مرشحكم الزبيدي، ما هو رأيكم بذلك خصوصا أنه شهد بالمنستير تحديدا بالنيسان الماضي كان هنالك من دعوة من قبل الرئيس السبسي إلى إعادة الشهد للحزب ولم يحصل ذلك؟ يعني نحن على ثقة بأن العقل الجمعي السياسي التونسي لن يدفع بتونس على مستوى مؤسسة الرئاسة إلى شعبويين أو إلى مغامرين يعني منسوب الثقة فيهم متواضع خصوصا جراء الأداء الحكومي المتعثر طيلة السنوات الثلاث الماضية، أو جراء سيرة يعني تلاحقها نقاط ضعف كثيرة. الشاهد مغامر أستاذ خالد لذكرها. أنا أعتقد أنه الثقة ستمنح من قبل غالبية التونسيين لمرشحنا لأنه يمثل الاستمرارية ويمثل الثقة ويمثل المصلحة الوطنية ويمثل الثبات والوفاء للرئيس المؤسس الباجي قائد سبسي صاحب الفضل على الجمهورية الثانية وأحد أبرز أستاذ خالد مؤسسيها. ولكن ألا تتخوف من صعود الشعبويين؟ ألا تتخوف من صعود المرشحين أيضا الشعبويين بوجه الأحزاب التقليدية أو المنظومة التقليدية بالدولة العميقة؟ صحيح، الشعبوية تهدد ليس فقط ديمقراطيتنا الناشئة، تهدد جميع الديمقراطيات، وهي نوع من الخديعة السياسية أن تقدم أجوبة بسيطة لمشاكل شديدة التعقيد، وبالتالي أن تقود الناس بالوهم في الاتجاه الخطأ. لكن أنا أثق في أنه غالبية التونسيين لديهم من الحكمة ولديهم من الرؤية الصحيحة في أن يختاروا. للأسف كنت أود الحديث الوحدة الوطنية عن المشروع الاقتصادي والاجتماعي. نعم. لأنه هذا ما يؤرق بشكل واضح الشعب التونسي والناخب التونسي أستاذ خالد، وحتى الآن لم تنجح منظومة الحكم القائمة بتأمين هاتين أو هذين المستويين. هذا ليس
ما الذي ستقدمه لتأسيسه بشكل سريع؟ هذا من أوجه الخديعة في الحقيقة. نعم. ما الجديد لديكم؟ هذا من أوجه الخديعة. نحن سنقدم برنامجنا الاقتصادي والاجتماعي التنموي في إطار الانتخابات التشريعية، ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية هذه المسألة، وكل من يدلي بوعود اقتصادية واجتماعية في الانتخابات الرئاسية هو مخادع للشعب التونسي. السلطة التنفيذية المعنية بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية هي محل صلاحيات الحكومة المنبثقة عن البرلمان وعن الانتخابات التشريعية. أستاذ خالد، وبرنامجنا يقوم على ثلاث كلمات مفاتيح. بإيجاز ثلاث كلمات مفاتيح: مواصلة المصالحات، الإصلاحات الكبرى التي يجب أن تحدث في القطاعات الأشد أهمية، والمشاريع الكبرى التي يجب أن تعيشها تونس خلال 5 سنوات القادمة. نعمل تحقيق ذلك للشعب التونسي أو للشعب التونسي. أستاذ خالد، أستاذ العجمي، يعني بشكل سريع، الشاهد كان حكي عن اتفاق أو شبه اتفاق من قبل النهضة معه للوصول إلى الرئاسة. هل ترشحه ليس بصفة مستقل بل باسم حزبه هو من دفع النهضة إلى تقديم مرشح آخر؟ وهل الشيخ عبد الفتاح مرو، هل تتخوفون يعني من الأسماء التي ذكرتها حسب استطلاعات الرأي، الأستاذ نبيل القروي والسيد يوسف الشاهد؟ نحن قدمنا مرشحا رسميا حتى لا تتشتت أصوات ناخبينا، ثم لدينا أيضا لترشيد المسار الانتخابي وترشيد العملية الانتخابية بتقديم مرشحين جديين ومرشحين مسؤولين ومرشحين قادرين على شغل خطة رئيس جمهورية وقادرين على ملء ذلك المكان والنهوض به في مستوى انتظارات التونسيين، في مستوى ما يتطلبه الدستور وما يتطلبه المرحلة. وليس سبب تقديم مرشح هو أن معناه سيد يوسف الشاهد وغيره كانوا مرشحين لأحزاب أخرى. هدفنا هو ترشيد المسار الانتخابي والارتفاع بمستوى المنافسة كي تكون منافسة برامج. ثم نعتقد بأننا لدينا يعني لا تتخوفون، ألا يشكل خطرا السيد يوسف الشاهد عليكم، خصوصا وأنه كان وكذلك السيد القروي، لأنه كان هنالك أيضا شبه اتفاق أو تحالف معه بدعمه في الحكومة؟ لا يوجد مرشح يمكن أن نقول أنه يمثل خطرا علينا، بل كل المرشحين هم منافسين لمرشحنا، سنتنافس معهم في إطار احترام قواعد التنافس النزيه والديمقراطي، سننافسهم ببرنامجنا، سنناقش برامجهم، ولن نكون اوصياء على الناخبين، وليس من حق. شكرا جزيلا لك استاذ العجمي، نحن بكل تاكيد نتمنى التوفيق المستقبلي اللي تحتاجه البلاد لمرشحكما، ان كان يعني الشيخ عبد الفتاح مرو وكذلك لمرشح نداء تونس وزير عبد الكريم الزبيدي. شكرا جزيلا لكما ضيفي الاستاذ العجمي الوريمي النائب عن حركه النهضه، كنت معنا من تونس، وايضا الشكر موصول لك استاذ خالد شوكات المدير التنفيذي لحركه نداء تونس، كنت معنا من العاصمه التونسيه. الشكر الاكبر لكم مشاهدينا الاكارم على طيب المتابعة للتونسية الرئاسية 2019، وإلى اللقاء.